تصير كلها بعندي. أنا جاي تكنولوجي عندي حجي تابعني. أنا وبس سياسة بس عيارة حجي. لا لا خليك واقف عشان لا تكون خليك واقف انا العب كره اي والله انه لا ابوك لا تخاف ارفع عليك ارفع راسك انت كويتي ابوي فريق لحظه طلعوا الاخطاء السبعه انا باخر من يمهم انا باخر يلا شوفوهم طبعا جايبين عندنا شابين موهبتهم يونيفورم يعني عندنا فرقه الجيل الجسر موهبه يا جماعه نفس ما انتم شايفين عندنا فرقه حمود احس انه في شيء غلط انا ما حقت نفس الشيء مشكله جينز ويعني نفس درجه اللون لحظه طبعا اليوم والله بالخير طبعا مشاهدينا احنا اليوم حلقتنا راح تكون مميزه جدا عندنا ضيوف وايد عندنا ضيفين طبعا راح يكونوا من الاحتياجات الخاصه الحلقه راح تكون وايد 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 حلوه وياهم وهم ما شاء الله عليهم يعني انتم متفقين ولا انجازات كبيره جدا وما راح اقول انجازاتهم الا بعد سنين يقدمون الحلقه بعد ثقه فطبعا احنا اليوم ان شاء الله يعني لا تستغربون مني انا ونواف لابسين يعني نفس الشيء بالغلط والله طبعا خير نواف طبعا نواف كالعاده نفس الدرجه زين طبعا نواف تريننج شوفي نواف كالعاده عصفور اول واحد يفي انا ويا حمود يا نواف بدر انت ليش حلو وايد كذي كله ميمه تطلع زين فانا ويا حمود هنا حمود ايش انا ويا حمود نبي نسلم على نواف حمود طالع نواف كذي ونواف طالع حمود كذي كان يقولون خلاص ان شاء الله مو انا وياك نفس اللبس يعني عادي تصدف تذكرون مره انا اصرار فانيف سود كنا طالعين بالصدفه يعني عادي مو مشكله عموما مشاهدينا تفاصيل راح ينزلون بالمجلات ونيويورك تايمز وكذا لا شو توصل تبون تتواصلون معنا عندنا جادرينج شو صفحتنا بالفيسبوك @جادرينج شو هذه صفحتنا بالتويتر نفس ما قالوا الشباب اليوم حلقتنا تعتبر على مستوى الشخصي والله من احلى حلقات لي لان ماكم برنامج شبابي وهادف اذا ما عندي هذه الفئه اللي موجوده معنا راح تكون اليوم هي خليني اقول بارت 2 من اللي قلنا عنه اللي هي تبع مجموعه الامل التطوعيه او جريده الامل الالكترونيه والله غيرت المعنى كل شيء انا فاليوم راح يكونون الناس نفسهم اللي موجودين هناك راح يكونون معنا ويشرفونا وينورونا وانجازاتهم وكل شيء معاهم هذا راح يكون معنا اليوم برنامج الواقعيه جادرينج حلقه امس اللي سوينا امس تقول يعني دقينا على كنتاكي على الهواء وطلبنا كنتاكي وصج ترى بعد الهواء كلينا هناك وكل شيء كان تمام الكيكه ما يدر وينها الكيكه اختفت خلاص حطيتها بالسياره كان اقول حق جمال خلاص شيلها باكر ياخذها حتى النمل ما يبي ياكل والله العظيم القناه من العين موجوده مخشوشه بالمطبخ يمكن عشان كذي اليوم لا شفت جمال لا شفت سعيد شكلهم ماتوا من الريحه ما خدروا هي قلنا لكم امس ان الكيكه حلوه وكل شيء حتى يمكن ما حد ذاق طعمها انا كانوا ميتين اذوق طعم الكيكه شنو بس ما قدرت ليش ما قدرت؟ صار ما خلت احد لا وابوش يقول لي يبا يبي الكيكه وياك خلنا ناكلها قلت له اي زين قاعد امس تبيها بعد بالصاله كان يبيها هي قالت حق امها يما اهم شيء اول ما يجي الكيكه حطيها بغرفه النوم اي لا وابوي دق عليها ها مسوي لك كيكه يبيها يبا خنفوقها يموت على الكيك قلت لا قاعد يجيبها نسبه الطلاق زين انتم ما راح ترحبون يعني بنات يعني لا مساكم الله بالخير شباب وبنات وكل اللي قاعدين يتابعونا مثل ما قالوا اليوم نواف ومحمد وبدر ان حلقتنا راح تكون مميزه ان شاء الله مميزه بضيوفنا ومميزه بمتابعتكم حقنا قالوا لكم طرق التواصل ويانا بس انا عندي اهداء بسيط لان اختي زعلانه مني صار لها كم يوم فطومه اختي كل مره تقول لي اعطيني اهداء على الهواء وانا ما اعطيها ففطومه حبيبتي لا تزعلي مني انا وايد احبك و مريم بس عاد لا تقعد طبلي لي يعني على بنا انا احبك مريم كل يوم اذكرك قبل الهواء اختك ثم اختك تقولي لي انا نواف اختي وتعرفي يعني ما لها داعي بعدين تبين الصدق يعني البنت جت مره دبلش ايبي
وهالمره لازم نستضيفه هني بجاذرينج شو ونقول لك فطوم حبتين. هو مو فطوم اللي تبينا نستضيفها، جنان على بنها ترسم هي الكبيره فتبينا نستضيفها عشان هي رسامه. فراوله تبينا نستضيفها ورفيجتها. زين تبي شنو؟ خليني بكل شو اسمه يعني خواتكم واخوانكم المبدعين. والله صدق والله اليوم يعني احنا جبنا مره يا هال، هالمره نجيب شويه الكبار يعني بالسن ونجيبهم ونشوف ابداعاتهم ونشوف هذا ونعطيكم احلى حبتين حبتين. وهذا ترى مو بس حقكم، هذه دعوه موجوده حق المشاهدين بعد، اللي عنده اي موهبه يقدر يكلمنا. انتم شاطبين اليوم نهائيا على ابونا، امس كان عيد ميلاده وكان حقي. شنو ترى للحين انا محتفله بعيد ميلادي. اوكي يلا قول. ساعه كم بروحي انا اليوم عيد ميلادك؟ ما ادري. مساء الخير شباب بنات كل اللي قاعدين يتابعونا. طبعا للاسف خلص عيد ميلادي، في نفس ما تشوفين ما حد محترف فيني، شباب قاعدين ورا، ميمي قاعده يسار، كانوا امس كلهم قاعدين حواليني والكيك كانت. لا احنا للحين من امس صار مخدومين من الشسمة فردينا. احنا حواليك ترى امس طول ما انا قاعد اتذكر محمد شلون رجع ورا. قاعد اقول شنو منو فينا اللي كان فيها شيء؟ ما في نفس امس بسيزون كان قاعد يسوي ومستانس ومتشيش. اخر شيء قلت لكم سلو موشن وراح ورا. امس كنت قاعده اطالع بالليل على السريع. كل اللي انا ما اعرف حق التويتر، فكل اللي بالفيسبوك مشكورين وايد 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 على اللي صار امس. امس وايد انتم يعني ونستوني، واليوم هم ضيفنا اللي اسمه سالم جايب لي هديه انا حاطتها منك. احب اقول لك مشكور وايد، راح يكون ويانا بالسيجمنت الثاني علشان امس كان عيد ميلادي. انا وايد استانست لما جاب لي كيكه هديه، فتسلم لانك انت تذكرتني بعيد ميلادي. ولا انا ما اعرف سالم بس مشكور وايد. وشباب أكيد يعني خلونا نقول شغلة، لو ندش بالسياسة إن شاء الله بعد فترة راح تكون برامج سياسية، أغلبيتنا راح يكونون مراسلين إن شاء الله، لأن راح يكون عندنا هدف واحد أن نوصل الصوت الكويتي والوعي الكويتي اللي قاعد يصير بانتخابات. هو يوم إن شاء الله واحد. هو يوم واحد راح يكون، بس هذا اليوم إن شاء الله راح يكون 24 ساعة كوقت نواف. بس هي بالنسبة لنا راح تكون طويلة. ليش؟ لأن راح نشوف وايد نواف. نواف. أنا مستانس إني بالدارة الثالثة. نواف حبيبي، أتمنى نواف. اللي ببالي تكون نواف حبيبي، ارفع راسك فوق، أنت كويت. ابي اقول شيء طبعا. يوم حددوا تاريخ الانتخابات انا ما يعني كان عادي تاريخ الانتخابات، يعني يقول نواف قلت ما في شيء ليش ما تداوم. تاريخ الانتخابات وايد حلو، 2/2/2012. اتمنى اختياراتكم تكون احلى حق المرشحين اللي بتصوتوا لهم واللي بيوصلوا لهم مجلس الامه. وعيد ميلاد طبعا شو اسمه ام مخرجتنا شريفه العمران، نوجه لك احلى تحيه ونقول لك كل عام وانتم بخير مقدما. ويوم إيه؟ ويوم هم بثنين اثنين اذا كان عندنا حلقه راح نقول لك شو مسوي. ايش رايكم احنا نتحول هذا العرقوزات عرفتوهم لو في عياد الميلاد؟ الله تصدق شخصيات والله يعني انا اصير اسمع يعني انا اصير سلاح نينجا وانا سنفوره وايد عيد ميلاد سويت كذي بعد يعني اللي عنده عيد ميلاد بالبيت ليش ما سويته كذي بعد؟ لبسته هذول الاشكال والله صدق يعني اللي عنده عيد ميلاد بالبيت يتصل على جروب جاذرينج نلبس تيم. اي احنا صرنا بيتزا هات يا جماعه مو جاذرينج يعني ما تبغون نسوي واحده فينا تسوي كورن والثانيه تسوي البطاط هذا الكريسبي بوتيتو اللي يحطونه. اي شفتيه ما ادري. يلا كمل ملكة صرنا مهرجين احسن من الباستا عموما. بالدائره اللي ما ذقتها قصدك سمعوني، بالدائره الثالثه ان شاء الله تقريبا هم خلاص قفلوهم الحين 286 واحد ناخب وناخبه اللي طلعوا من اللي انسحب مرشح ومرشحه اللي انسحبوا منهم 108. ليش انسحبوا؟ زين هذيل انسحبوا وانشطبوا وما عندهم فلوس، كل واحد وظرفه طقوا بريك طقوا بريك شافوا المنافسه كبيره. على طاري ما عندهم فلوس، في ناس انا منصدمه من اعلاناتهم. يعني انتم من وين لكم؟ يعني اعلانات بالتلفزيون بالجرايد إيه؟ واحنا ندري ان بالانتخابات هذا اسعارها تزيد، ف يعني سواء بالتلفزيون او بالجرايد في وايد ناس في وايد ناس. لحظه انا ما قاعد اتكلم عن اللي عندهم، ناس تاخذ قرض، انا قاعد اتكلم عن اللي ما عندهم. من وين لكم؟ ياخذون قروض شغل القرض. اقول لك قرض يعني هو مرتخ خلي مرتخ ياخذ قرض بعد شوي راح يخليه ياخذ قرض عادي. يعني عليك لا تاخذ قرض بس عشان تشتري خبات وتخسر يمكن. في ناس في ناس يا جماعه صدق يعني لما اشوف صورها بالشارع بس اسرار بس في ناس معروفين ان عندهم تمويل خارجي. البوستر اللي لما تمشين مثلا انت على الخامس او على الرابع في مثلا دعايه بنت ودعايه هذيل الكبار تدرين هذا الاسبوع بكم؟ 25000 الاسبوع ولا اليوم؟ الاسبوع لو تحسبينها باليوم بيطلع لك يعني كم بياخذ قرض؟ بياخذ قرض 30000 علشان يحط دعايه اسبوع. والله بعد الجريده يقولون قبل 25000 اسرار بالجريده الاعلام بالصفحه الاولى يختلف عن اللي بالنص، يختلف عن اللي بالصفحه الاخيره. يعني اسعار شوف اللي عنده يوميا ما يقدر وبالتلفزيون يعني في ناس احنا عارفين هم معروفين اساسا ان عندهم ممولين او مدعومين من جهات داخليه او من جهات خارجيه. هذه معروفه يعني النواب اللي كانوا قبل ميمعين
ميمعين ميمعين ها ميمعين انتم فاهمين ان ميمعين ايه عشان الانتخابات الجايه يكونون يعني زاهبين زهومت عليه مخلصين كل شيء يعني ولا كنا مدافعين فلس واحد لان ال 50 مليون عندهم اليوم بتويتر اليوم بتويتر احد المرشحين انزين يمكن لجنه مالته مسويتها او شيء كذي بس شيء حلو مسويه شيء فن يعني ونس انزين ماني ذاكر اسمه حتى ذاكر اسمه ما اقوله بس اكيد هو الوحيد اللي سوى الدعايه الانتخابيه مالته بصوت اصوات بقتاده وبنبيل يعني تخيل الشابين بقتاده وبنبيل والشخصيه المصريه والشخصيه الرابعه ما اعرف اسمها هذا مرشح اه اي هو مرشح ان هذه دعايه انتخابيه بس انصدمت يعني شلون كانت هي صوت مو صوره بس صوت انه راح يكون تاريخ 29 مايو شنو 29 واحد ومكان الفلاني شنو جدول الانتخاب هذا قاعد يقول له هذا يبينها بطريقه يعني حلوه تشد يعني هو يعني ما شاء الله عليه يبي كل الاعمار وبالذات يبي الاعمار اللي هي ما تراوح من الخمس سنين ل 18 سنه ان شاء الله كلهم راح يكونون مره شفت ولا واحد يمي على صوته ادري ايش قاعد اقول لك بالانتخابات هذه بالانتخابات اللي طافت شفت اعلان مرشح ماخذه من اعلان مرشح كندي كوبي بيست بس مسويه على كويتي يعني وين التفكير سووا اعلان كويتي وتخيل نفس الطريقه يعني نفس الحركات نفس الميوزك نفس الصوت هو المرشح الكندي مو حاط صورته بس اسمه وكذي والمرشح الكويتي هم نفس الطريقه مو حاط صورته لا بس الاسم كوبي بيست الاعلان مال المرشح الكندي زين عندي سؤال والله صدق كل واحد فينا له اربع اسامي وعندنا 50 واحد مجلس امه و10 من كل دائره اوكي كل واحد فينا يقول اسم واحد يتمنى يفوز بس يتمنى يفوز بس اسم واحد يتمنى أي. يلا بلش صفاء الهاشم مو دعايه شلون حكم مو دعايه انا قاعد اتابع اسرار الفتره اللي طافت انا وايد قاعد اتابع ما بدش بتفاصيل بس نواف بس هالانسانه يا اخي شدتني نواف كيفي انا ما قلت لك شيء تقول لي كيفي مو دائرتي لا هي مو دائرتي انا الدائره الثانيه هي الدائره الثالثه رقبت رقبتنا انكسرت تعالوا قدام شوي قولي لحظه يمكن انت شدتك بطريقه كلامها صح؟ الطرح 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 قاعد تحط قضايا ما حد حطها بصراحه اوكي بس ما تلاحظ كاريزما انا شفت انا هي فيها كاريزما وايد حلوه صدق حتى لما صورها بالشارع بس احنا خلص شكلها على صوب احنا ما لنا بالشكل انا مالي شغل قاعد اقول كاريزما الكاريزما ما لها شغل بالشكل كلامي انطر ما نتكلم على اساس لا يقولون نواف قاعد يطبل لها لا 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 بس انا لما شفتها وهي قاعده تتكلم انا شفت طريقتها لما قاعده تتكلم من صدقها قلت معقوله الحين ما نعرف من الصاج ومن الكذاب لان هم هم تكلموا لان اهم هم ان تكلموا يعني اللي قبل هم يمكن تحكوا يمكن بطريقه اقوى منها يعني ما ادري شو ما ادري الطرح عن الطرح ما اقتنع منه في طرح يعني ناس تكلموا عنه قبل اليوم لما قاعد شفتها على احدى القنوات الكويتيه برنامج اعاده زين قاعد طالع يعني انا من اول ما شفتها قلت اتمنى هذه تفوز فوق هذا كله ترى هي وايد محاربه انا اذا تكلمت اول حلو اشكر نواف قاعد لا يعني يستسلم لها او دام عدله او شيء بس انا بس مو بدائرتها بس خليني اقول شغله عن صفاء انا ما شفت غير لقاء لها حسيت بنيه صغيره وفاهمه احنا شنو نبي بس هذا اللي اقدر اقوله لانها مجتمع بصراحه لانها صغيره شابه فكرها حقنا احنا حق الجامعات اكيد يعني شباب شنو يبون اسيل كلهم على راسي والله العظيم الله يوفقكم كلكم بس اذا يعني هو سؤالي ان تختار شخصيه يا جماعه ابي صفاء الهاشم كيف بدون ذكر اسامي احنا نتمنى اللي يفوزون يعني يكونون احسن من يعني نبي ويوه جديده تدش المجلس هذه نقطه النقطه الثانيه اتمنى يعني الناس اللي رشحوهم قبل انزين الشعب لما رشح الناس اللي قبل وشاف انه على قولة النواب اللي قاعد يطلعون يعني 31 سنه صار له بالمجلس ما سوى شيء يرشح نفسه بمجلس 2012 وهم يفوز انزين يعني هذا يعني ودي قاعد يقول ودي بس ادش بعقول الشعب اشوف هم بشنو قاعدين يفكرون بس منو قال لك ما سوى شيء سوى شنو اللي سواه حمود شنو ما سوى شنو اللي سواه بنى له وايد عمايل هي الحكومه كلها ما سوت شيء ما سوت شيء هو ما سوى شيء هو قاعد يسوي حق نفسه مشاريع حق نفسه حق نفسه طبعا حق نفسه مستوى الشخص وكان زين داخل الكويت يسوي حق نفسه يعني كلهم قاعدين يسوون حق نفسهم برا الكويت برا الكويت بدون ما ندش بعد بكلام كبير وموجدنا احنا كشباب وكذي بس كلنا ندري ونقعد بالقهاوي ونسمع الناس الكبار شو يسولفون ونسمع الناس الكبار ايش يقولون كلنا عارفين هم ايش قاعدين يسوون بالكويت وهم وين ناويين يوصلون الكويت وين ناويين يوصلون الدول الثانيه فحسبي الله ونعم الوكيل في واحده قاعده تسال بالفيسبوك شنو قصه نواف ومحمد لابسين ازرق طبعا هم دعم حق منتخب الكويت ان شاء الله لا تحاتون بس انه صدفه يبا شوف لا 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 قولي صدق احنا صدق اول شيء دعم حق منتخب الكويت واحنا اللاعب رقم 12 مالت الدعايه انا ونواف هذه شغله احنا الوجوه الجدد مو العيون